اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج طريق القداسه لسه بنتكلم ومحتاجين وقت طويل عشان نسرد جزء بسيط من اسرار وكنوز المتنيح قداسه البابا كيرلس السادس بيسعدني وبيشرفني يكون موجود معايا الاستاذ عازر القمص ميخائيل نجل اخو البابا كيرلس السادس فرحب بك استاذ اهلا آه وسهلا لسه مكملين واحنا وصلنا في الحلقه اللي فاتت لحد ما ابونا مينا المتوحد كان في دير الانبا صموئيل وبدا يعمر في منطقه اسمها الزوره الزوره وكان في الوقت ده برضو موجود في دير الانبا صموئيل وبنتكلم هنا عن العمار هو العمار الروحي رقم واحد وكمان العمار في المباني وانت حضرتك برضه سردت وقلت لي ان في الوقت ده كانت دير الانبا صموئيل كان الدنيا كانت فيه بسيطه لسه برضو على قد الحياه كانت صعبه طبعا هو يعني في سؤال دايما بيجي في ذهننا واحنا يمكن قلنا الحلقه اللي فاتت ان ايه اللي خلى انبا اثناسيوس الكبير مطران بني سويف يسند رئاسه دير انبا صموئيل لابونا مينا <applause> اساس الموضوع كله ان ابونا مينا بعد ما ساب الطاحونه وقعد في كنيسه الملاك الابلي اشتاق تاني الى حياه الوحده <applause> فدور على اصعب مكان ممكن يعيش فيه فكان دير انبا صموئيل دير انبا صموئيل بيشرف عليه الانبا اثناسيوس الكبير اللي هو مطران بني سويف. وبعت له وانبا اثناسيوس رد عليه وقال له انا ما عنديش مانع تشرف وتيجي تبقى واحد من رهبان دير انبا صموئيل. فكده ابونا مينا هو اللي طلب اساسا يروح يعيش كراهب في دير انبا صموئيل. وقلنا ان ده خطاب موجود وموثق. ده خطاب موجود وكلام موثق وان هو حتى بيقول لك ان دير انبا صموئيل دير انبا صموئيل تبع دير البراموس وابتدى انبا اثناسيوس يحس ان ابونا مينا قد مسؤوليه تعمير هذا المكان ما فيش اي حاجه بتتعمل الا لما تلاقي عدو الخير يحاربها صحيح ابونا مينا لما راح دير انبا صمويل وابتدى يعمر في الزورة وابتدى يعمل نهضه معماريه في قلب الزورة عشان تبقى لدير انبا صمويل في ناس ما كانش عاجبها هذا الوضع ومن اهالي الزور وقدموا شكاوي واخد بالك لكن كان ربنا دايما مع ابونا مينا وكان كل حاجه يقول لك ايه مريمينا وانبا صموئيل <applause> احنا لما قلنا في الطاحونه كان العلاقه مريمينا وجاب معاه ماري, جيرج. ماري جيرج. صحيح هنا مريمينا جاب معاه انبا صموئيل واصبحت صداقه ابونا مينا مع مريمينا والانبا صموئيل <applause> واصبحت على مر ال... الاجيال يعني مش ابونا مينا مثلا ساب دير نسي لا لا ده قصه ثانيه طويله لها بعد كده. وهيكون لنا برضو داله على موضوع صداقه الانبا صموئيل في حاجه ثانيه تخص دير مينا بس لسه ما جاش وقتها. لسه ما جاش وقتها. ابونا مينا جاب قال المسؤوليه كبيره عليه ان هو يبقى ما بين يقعد في الدير ما بين الزوره ما بين ان هو يكون متنقل ما بين القاهره وبعض الاقاليم وقلنا ان هم ادوا له تصريح سفر او دفتر تذاكر يركب بيه مخفض القطورات زمان. أبونا مينا كان محتاج واحد لازم يساعده في هذا الوضع. فجاب رمزي الراهب مينا اللي هو راهبنه في كنيسة الست بربارة. صحيح. وقال له يا أبونا مينا أنت خلي بالك من المباني هنا في الزورة هو قاعد في الدير، أبو أبونا مينا نزل من الدير يطلع الراهب مينا الزورة. م م ابتدت الحياة تمشي بقى في الدير شوية سنة سنة أبونا مينا طلب من نيافة الأنبا أسانسيو الكبير ترقية الراهب مينا إلى رتبة كهنوت يديله الكهنوت, يديرو الكهنوت ده أبونا مينا الصغير ده هو دلوقتي احنا بنقول أبونا مينا اللي هو البابا كرولوس طلب رهبان طلب رسامة الراهب مينا أسيس بعد جواب لانبا اثناسيوس انبا رحب بهذا الجواب وقال له انت اختبرته طبعا في الصلاه في التسبحه في الحياه الرهبانيه وقوانين الرهبانة!! يعني تحس فيه هنا بقى تدقيق من انبا او الحياه زمان كانت عباره عن ايه في الرهبنه؟ اهم حاجه انت بيقول لابوه الروحي انت اختبرته في قوانين الرهبنه؟ صحيح والكلام ده موثق بكلام انبا اثناسيوس هل انت اختبرته في حياه في قوانين الرهبنه؟ الرهبنه دي مش مجرد ان انا اروح بقعد في الدير احضر العشاء احضر القداس لا ده, ده قانون وليها قوانين واكثر ناس تتكلم عن هذا الموضوع الاباء الرهبان صحيح اختبروا رشحوا عند انبا اساسوس انبا اساسوس بعد جواب لابونا مينا بيقول انا ما عنديش مانع يوم تيجي انت وهو في المطرانيه لسمتك بس يعمل حسابك انا هراقيك أمس بقى هنا كانت انبا اساسوس ابتدى يوطئ ثقته في ابونا مينا فاداله رتبه أموسية تقريبا التاريخ بالتقريب يعني. يعني كان في حدود سنة 45 <applause> حضرتك تقريبا قلت لي كان في شهر مارس تقريبا اه تقريبا <applause> ابونا مينا بعد رسمته بقى قمص بقى عندنا قمص القمص مينا البراموسي وابونا مينا الصموئيلي <applause> فكان في نوع من اللبس فسموا ابونا مينا الكبير وابونا مينا الصغير واصبح هذا اللقب أه يعني ملازم ليهم هما الاثنين لغايه لما ابونا مينا الكبير اترسم بطرق بقى البابا كروس السادس ومشي مع ابونا مينا الصغير. وابونا مينا الكبير كان الاب الروحي وهو اب الاعتراف وهو المرشد الروحي لابونا مينا الصغير. وابونا مينا الصغير كان برضك قلنا مفرز لخدمه الكنيسه فكان الافراز بتاعه خدمه دير انبا صموئيل. لان هو اعتمد عليه ابونا مينا كثير جدا جدا في ان هو بدا يسلمه بعض المهام. يعني ما سابش رئاسة دير أنبا صمويل لا هو كان بيسلمه بعض المهام أبونا مينا موجود في الزورة أبونا مينا الصغير موجود في الزورة يبقى أبونا مينا كبير في الدير <applause> أبونا مينا نزل من الدير بيبعت أبونا مينا الصغير في الزو... في ال... يعني نزل من الدير يبعت أبونا مينا الصغير يقعد في الدير فأصبح في يعني إيه أبونا مينا عاصر أو هو البابا كلوس شايله مسؤولية أو إزاي ينمي ويقدر يعمر في دير أنبا صمويل صحيح لو نلاحظ بقى في جوابات ما بين ابونا مينا الصغير وابونا مينا الكبير. وهنا بدات يعني بنقول مرحله كفاح وجهاد. لان عدو الخير مش هيسيبك انك انت تعبر تعمر مكان كده بمنتهى السهوله، لا، لازم يحاربك. صحيح. لكن ايمانك بالرساله بتاعتك هو اللي يخليك تنتصر. قد ايه النهارده احنا لما نمسك الجوابات او نشوف الجوابات اللي كان بيبعتها ابونا مينا الكبير لابونا مينا الصغير كان في حاجات كتير جدا جدا معزية يعني ابونا مينا الكبير كتب لابونا مينا الصغير بيقول له ايه ربنا يقدرنا على خدمة هذا الدير حتى يصبح كبقية الاديرة الاخرى الجملة دي كلها لو جينا يعني نتأمل فيها شوية هنلاقي ان معنى كده ان دير انبا صميد ده كان يعتبر دي منتهي خالص يعني الحياه فيها ضعيفه جدا عشان يكتب احنا يصبح كبقيه الأضيارة. هي صح بقيه الأديرة فيها فقر فيها كانت حياه رهبانيه صعبه لكن دي اصعب من الصعوبه نفسها. صحيح. فابونا مينا كان دايما يشجع ابونا مينا ابونا مينا كبير كان يشجع ابونا مينا الصغير على احتمال بعض الدك... التجارب او بعض الصعوبات اللي هي ممكن تقابله في تعمير دير ام صموئيل أم أثناسيوس طبعا يعني ابتدى يطمئن إلى دير أم صموئيل بعض الشيء لما شاف إن دي بقت في نهضة أبونا مينا ابتدى يبعت بعض الرهبان المتعلمين عشان يعيشوا في هذا الدير ويساعدوا في عمار هذا الدير هي دي بقى كلمة العمار يعني قصدي أقول كمان إن الحياة الرهبانية كمان بدأت تكبر في دير الأنبا يعني في هنا نمو في الأول روحي وفي بعد كده نمو اني خلاص في في بقى شويه الحاله الماديه تحسنت بقى في ناس بدات تروح الدير ده اللي كنا نقصده ما برضك يعني هو ابونا مينا ابتدى يكتب ويقول في احدى رسائله لرهبان دير انبا صموئيل بيقول لهم ربنا يحافظ علينا جميعا من حيل عدو الخير يجعل المحبه والسلام بين الجميع ويقودنا في موكب نصرته ويوصلنا الى الميناء بسلام دليل ان كان في حاجات يعني هو بيقويهم بيديهم كلمه منفعه استحملوا بيقول لهم خلوا بالكم من حال العدو <تصفيق> <تصفيق> خلينا نتكلم عن كتابات ابونا مينا ونقف شويه عند الجوابات انا كان ليا الشرف ان انا امسك بايديا جواب كاتبه ابونا مينا البابا كرولوس وكل الجوابات تقريبا لازم تبدا بايه ولازم يتكلم عن الصداقه كل جواب كان بيقول ان ربنا معايا ومريمينا معايا ماري جرجس معايا الانبا صموئيل حتى حضرتك وريتني كمان بعض الورق الصغير اللي كان بيجرب فيه الاقلام لما يجي يجرب مثلا المفروض يكتب كلمه يكتب جمله الاقيه برضو كاتب ايه انت مش شايف ان الجوابات دي كمان ليها معاني النهارده واحد كل حياته بقت صلاه كل تفكيره صلاه حفظ المزامير حفظ الكتابات يعني انا ما اقدرش اقول لك لما كان يتكلم عن باري اسحاق بيسترجع لا ده هو كان حافظها <applause> رسائل ابونا مينا للاباء الرهبان في دير انبا صميل كانت نفس الحكايه تبدا بايه تبدا بمجموع يعني ارشاد روحي اقوال اباء قديسين واخد بالك؟ وبرضك نقدر ن... احنا نقرا ما بين السطور لحياه ابونا مينا بدير انبا صموئيل. يعني احنا لما نقول هو كتب مره من المرات جواب، الجواب ده لو انت قريته تعرف ان ابونا مينا كان موجود في الدير. لكن في مشاكل كبيره. كان في مشاكل كبيره. ابونا مينا في الزوره. فهو بعد بيقول له ايه؟ الكلام ده كان في فبراير 44 يقول له المده دي كانها سنوات لايام لا فاسرع بالحضور اسرع بالحضور اننا نعرف ان القلوب غير خالصه أوي يعني كان في مشاكل ما كانش في محبه لكن عشمنا في يسوع يسترها ويخلصنا من هذه الورطه وسلام الرب على مريمين البطل الشجاع وماري جرجس البطل الهمام ونعم ان القديس الانبا صموئيل القديس العظيم سلام الرب عليه دعانا لهذه الخدمه <applause> ده هو شاف يبقى الكلمه ان هو يقول لك ايام تمر كسنوات يعني مشكله كبيره جدا يقول لك مريمينا مينا وماري جيركس هو اللي دعانا الى هذه الخدمه فلازم نكمل مهما تقابلك من صعوبات مهما يعني برضك دي كانت رساله للاباء الرهبان اللي كانوا بيروحوا وبيلاقوا ان الحياه صعبه فكان يعزيهم بكلمه زي كده خلينا نتطرق لجزء يمكن حضرتك مش هتقدر تكلمني عنه كتير لكن في سطور كده او ما بين السطور الفتره اللي كان فيها ابونا مينا في الدير وبعد الدير نزل كنيسه الملاك وبعدين الطاحونه وبعدين قام بصموئيل يعني ما بين السطور عايز تقول ان هو شاف المرار. ما هو انت النهارده لما تيجي تقول كلمه ايام كانها سنين مرت كانها سنين يبقى في حاجه كبيره جدا يعني ارق آه ما نقدرش نقول يعني نقول ابونا مينا عشان يقول كلمه زي دي هو الوقت بالنسبه له يعني دايما في الصلاه ممكن ينتهي عليه اليوم ما يحسش باليوم عدى ازاي مشاكل ما بيهموش مشاكل ممكن مشاكل بسيطه ليه لانه بالصلاه بتت بتتحل لكن عشان يقول لك ايام كانها سنين معناها ان في مشكله كبيره في حاجه كبيره واخد بالك لكن يقول لك مريمينا مري جرجس وانبا الذي دعانا واخد بالك لهذه الخدمه، يعني ايه دعانا لهذه الخدمه؟ هو اللي هو هيقوينا، ما كانش ينسب ابدا يعني ابونا مينا ما فيش في اي مرحله من مراحل حياته كان ينسب اي عمل ليه. كان يقول لك انا الضعيف، انا الغير مستحق، مريمين مينا الهمام. يعني في احدى جواباته في الاول خالص بردك مدير انبا صمويل بيكتب كده دير انبا القديس العظيم الانبا صموئيل المعترف بالزور وبتاع تحت رعايه الشهيد العظيم مريمين على جايبي يعني مريمينا معاه في دير انبا صموئيل عشان يعمر انبا صموئيل <applause> يعني برضك البابا كروس لما كان بيتنقل من حته لحته ويروح من مشروع لمشروع من تعمير لتعمير ما بينساش القديسين يعني احنا مش عايزين ننط برضك ونسبق لا ده هو لما راح عمر برضك دير مريمينا بمريوط ما نساش القديس العظيم ابو المعترف ده اول كنيسه حطها وعملها في دير مريم ماريوت باسم القديس الانبا صامويل المعترف صحيح ليه لان الصداقه موجوده يعني هي مش صداقه زي ما دلوقتي نقول لك ده صداقه بتاعه مصلحه لا فكانت الصداقه بتصير صداقه قويه ما بين البابا كرو... ما بين ابونا مينا وما بين القديسين حتى لما بقى بابا تسمع بعض القصص عن علاقته مثلا بابو سفين علاقه قويه كل ده ما جاش من فراغ او ما جاش من ان هي سنين او ما جاش ان هي مجرد تظاهر بحب القديسين لا دي عشره عشرته مع الله وصلته الى عشرته للقديسين هي اللي وصلته برضك عشرته مع الله الى طريق القداسه صحيح يعني احنا بنقول ابونا مين البابا كروس طريق القداسه طريق القداسه ده مش مجرد طريق عادي ممهد مشيت فيه لا ده شايف تجارب كتير شاف حاجات كتير شاف اهوال شاف كل حاجه لكن كان دايما بالصلاه ينتصر صحيح نرجع تاني لدير الأم صموئيل وعرفنا ان الفتره دي كانت فتره صعبه كان في مشاكل وعدو الخير كان شغال كويس جدا ايه اللي تم بعد كده يا استاذ عايز لو أنا الجواب اللي بيقول فيه كانها سنوات لا ايام دي كانت في 20 فبراير 44 بعدها باسبوع تقريبا بيكتب جواب لابونا مينا برضك بيقول له نشكر الرب الذي رفع عنا وعن دير الانبا صموئيل هذه التجربه. رفع عنا وعن دير الانبا صموئيل هذه التجربه وابطل مشوره الناس الارضياء. واطفا سهم حسد ابليس فقد انتهت التجربه بنعمه الرب على خير بصلوات ابينا القديس الانبا صموئيل المعترف والقديس الممجد ماري مينا. الجواب ده طبعا موجود. موجود. مم. ده دليل بقى ان هو يعني عشان يكون في مشكله قدامه كبيره زي كده وفي فتره قريبه يشكر ربنا ويبتدي يتكلم بس ده يعني صلى وبكى يعني هو بقى كل ما كانش مثلا نقول القداس بس لا حتى في صلاته الخاصه كان اكيد بيبكي كان في يعني اتصال مباشر واخد بالك بدليل ان كانت صلواته دايما مجابه البابا ابونا مينا المتوحد البابا كلوس ناس كتير تفتكر ان ما كانش في مشاكل لا دي الامور كانت ماشيه كده ببساطه ودي العظمه بتاعت البابا كلوس وعظمه عصر البابا كلوس وعظمه عصر يعني او عظمه ابونا مينا كمان انك انت بتحس ان الامور ماشيه ما فيش مشاكل مش حاسس بحاجه والامور واصله لدرجه صعبه جدا جدا يعني يكفي ان مشكله الناس كلها تفتكر انها مش ممكن تتحل لكن بتتحل وانت ما تشعرش بيها لان هو رفع قلبه لربنا كفايه الدموع اللي كانت بتنزل سواء وقت الصلاه سواء صلواته الخاصه والكلام اللي موجود في الجواب بيثبت كده اللي اه كانت في تجربه جديده وبرده قال بالصلاه ان المحنه عدت دي 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 يعني بابا كروس يعني او ابونا مينا اصبحت عنده منهج حياه الصلاه خلاص حياته صلاه ما ينسبش حاجه لنفسه لكن ابونا مينا ابتدت الامور بقى تمشي في دير انبا صموئيل ويبعت الناس بعض الاباء الرهبان اللي هم كانوا طالبين رهبنه يعني هو ابونا مينا لما كان برضه في هو اه اتعرف عليه مجموعه من المثقفين ودي كانت اول مره في تاريخ الكنيسه ان في مثقفين وخارجين جامعات يطلبوا الرهبنه <applause> فجزء منهم بعته بعته لدير انبا صموئيل بس انا يعني ما اقدرش اقول ان الطريق بتاع الرهبنه الشاقه والاماكن دي يناسب الكل في منهم من قدر يستمر ويكمل للاخر وفي منهم يعني من تقهقر ورجع الى الى الوراء او ابتدى ينسحب من هذه الحياه الصعبه لا انا مش عايز الحياه الصعبه دي انا عايز دير يكون فيه حياه سهله شويه ابتدى منهم اللي يروح يسيب دير المصريين يروح دير السوريات لكن اللي كمل اقدر اقول لك ابونا مينا الصغير. لان ابونا مينا لما ابتدى بقى ان هو مصالح الدير ابتدت تكبر شويه او التعمير يكبر شويه نقدر نقول أنه هو كان محتاج بعض التصاريح من البطرك بعض التصاريح من الاثار بعض الحاجه فاستاذن البابا واستاذن انبس ان هو ينزل سنه 46 مصر القديمه يراعي بعض مصالح الدير. برضك فهو نزل المكان اللي هو عارفه كان اسم مصر القديمه منها كنيسه الملاك لكن كان ساعتها في ارض زراعيه اللي في الشيخ مبارك ابتدى يشتري ارض عشان يفكر يعمل كنيسه صغيره يقعد فيها ما بقاش قاعد في حته كنيسه صغيره يقدر هو يتصرف فيها يعمل قداس كل يوم ما حدش هيزعل ما حدش هيتضايق تبقى فعمل كنيسه باسم مريمينا اللي هي مصر القديمه ما بنقولش مريمينا الزهراء لكن أم مريمينا خارطه الشيخ مبارك كان بابا كرولوس حتى بعد رسامته يفضل ان يسميها كنيسه مينا بخارطه الشيخ مبارك هي دي كانت اسمها خارطه الشيخ مبارك عمل كنيسه 150 متر الكنيسه ابتدت تكبر سنه سنه لكن اللي ابتدى يخليها مقر يقعد فيه يراعي امور وبيراعي شؤون دير الانبا صموئيل انا بتكلم على فكره من البدايه يعني في الوقت ده ابونا مينا كان بيرعى مصالح دير الانبا صموئيل وكمان الوقت اللي هو هيكون فيه في مصر عايز كمان يعمل كنيسة ويعمر الفكرة دي جات ازاي وترتيب الاحداث دي جات ازاي هو لما يعني اضطر ان هو يقعد في مصر لرعاية مصالح دير انبا صموئيل هو قاعد في كنيسة الملاك لكن هو هو النهارده كان عايش في دير انبا صموئيل بيعمل كل يوم قداس لما كان في الطاحونه بيعمل كل يوم قداس بيرجع لورا شويه لما راح مدرسة الرهبان كان بيعمل كل يوم قداس كان فليه اشتياق ان هو يعمل قداس طب انا النهارده اعمل كنيسه ما دام في الامكانيات ان انا اعمل كنيسه صغيره واعمل قداس كل يوم هعمل قداس كل يوم وما ما ضايقش حد بقى واخد بالك فهو راح عمل كنيسه مريمينا اللي هي في الشيخ مبارك عشان يقدر يعيش فيها ويصلي ودي كانت محطه برضك ان هو الناس الشباب الجميع ابتدى يتعرف اكتر على ابونا من المتوحد فابتدت تزيد الرجل المتعلمين وابتدت تزيد الناس طالبين الرهبنه من المتعلمين لكن حضرتك ما تعرفش اي معلومات عن اصل كلمه بناء كنيسه مريمينا ده موضوع سهل قوي لكن ما تعرفش تفاصيل الارض اشترت ازاي أه كلها بالطبع يعني اللي أقول, اقول لسيتك حاجه احنا في ناس كانوا عرفوا ابونا مينا ابتدوا يساهموا واخد بالك سواء سواء بيساهموا لدير انبا صموئيل او يساهموا لما عرفوا ان هو عايز يشتري او يعمل كنيسه صغيره تبقى م م يعني مكان ليه ان هو يقعد يراعي مصالح انبا صموئيل مين اللي جاب الارض وليه مصر القديمه؟ اه الارض دي كانت كلها اسمها ارض جربوعه <applause> كانت ارض جربوعه آه، كان ليها خال اسمه المهندس رفيق كان فيه كامل واخد بالك كان في المساحه وكان ابتدى الخوارج اربعه يعمل تقسيمات للارض بتاع الشيخ مبارك. الشيخ مبارك ديت كان المهندس رفيق قال له يا ريت يعني تاخد تقدر تشتري كم قطعه جنب بعضها وتعملهم كنيسه بتسهيلات ماليه. فدي كانت الفكره وكانت البدايه وفعلا كان اشترى حوالي 150 متر في الاول الكنيسه لو تشوف ان او ترجع لتاريخ الكنيسه عباره عن خمس او ست قطع مسيحيه <applause> واخد بالك يعني دليل انها كانت قطع مسيحيه صغيره وبرضك من ضمن كانت الافكار اللي ان يبقى حوالي الكنيسه كلها من الاخوه اللقباط مجموعه اللقباط ليه عشان تبقى محوطه الكنيسه ابونا مينا في وقت قليل جدا ان عمل كنيسه مريمينا وبناها سنة 47 ابتدى يصلي فيها أصبحت يعني في وقته صغير برغم كنائس مصر القديمة الكتيرة اللي موجودة الأثرية أصبحت منارة في مصر القديمة. خلينا نتخيل مع بعض كده إن كنيسة القديس مريمين اللي موجودة في الزهراء دلوقتي وكان وقتها في كنيسة الملاك. يا ترى كانت في حاجة في النص يعني الكنيستين كده ما بينهم كان في أي لا نوع من الأرض الزراعية وبعض المباني المتفرقة البسيطة. انت لو رحت وزرت كنائس مصر القديمه تلاقي كنيسه الملاك اباكير الامير تدرس العذراء بابلون الدرج انت تبص للعذراء بابلون الدرج اباكير ويوحنا والامير تدرس يعتبروا داخل سور واحد مم. يعني كانت منطقه مليانه بالذخائر كانت منطقة يعني مصر القديمة من المناطق اللي هي روحية عالية جدا. مم. لو دخلت أنت كنيسة زي كنيسة, كنيسة الأمير تدرس في مصر القديمة خط... بتبص الباب اللي وراها على طول في نفس الحوش كنيسة أباكير ويوحنا صحيح تبص تلاقي وراها كنيسة العذراء بابلون الدرج والعذراء بابلون الدرج يعني برضك يعني أبونا مينا لما حب راح وعمر هناك وقعد فترة برضك ليه؟ لأنها بعيدة كانت الكنائس كلها ما تتمليش من الناس غير أيام الجمعة والحد بس فقط أيام القداسات أبونا مينا لما عمل كنيسة مريمينا وبقى يصلي كل يوم قداس في ناس عرفت ايه هو كل يوم قداس بتاع ابونا مينا وبرضه خلي بالك لما عمل كنيسه ماري مينا في مصر القديمه هو احنا قلنا كان في الطاحونه مع عم مليكة ساب الطاحونه راح دير انبا صمويل عمر دير انبا رجع لمصر القديمه تاني عمل ماري مينا رجع تاني عم مليكة معاه سلسله حياه برضه ابونا مينا مكمل ان هو يعمل قداس كل يوم يمكن الفكره مش سهله ان حد ياخد حته ارض ويعمر الكنيسه ويعمر المنطقة ويكون حوالين المنطقة كمان أقباط للأسف وقت حلقتنا خلص أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ عزيز عزيز وتعبينك إحنا بس عايزين أكبر كم من المعلومات يعني هو سيرة بابا كرولوس سيرة جميلة حلوة بتنعش الروح صحيح أعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا كنا بنتكلم عن القديس العظيم البابا كرولوس تكلمنا عن الجهاد تكلمنا عن الحياة تكلمنا عن الصلاة اتكلمنا عن حياة الوحدة اتكلمنا عن طريق طويل اللي اخره كان طريق القداسة اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله